تقديرا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في خدمة المواطن وتعزيز صموده في ظل الحرب التي تتعرض لها سوريا، كرمت مبادرة أحباب يا بلدي بالتعاون مع محافظة حلب عدد من عمال المؤسسات الخدمية في المحافظة بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي. وقت ما كنا بالشام نحن متخيلين هاللحظة، لأنه بالنهاية هي النتيجة وهذا الشغل اللي اشتغلنا لنوصل لهون. بس الصدق 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 هاللي شفناه، هالشباب الحلوة، الوجوه الطيبة اللي من كل، يعني أنا بعتقد لولاهن هنن جانب الجيش العربي السوري، لولاهن هنن يمكن حلب ما بقيت. كتير فخر لنا، وكتير اللي تقدم شيء بسيط كرمال التضحيات اللي قدموها. مبادرة لا ننسى، وإن كنا نتذكر لا ننسى رجال الظل، الحقيقة المقاتلين تبع الظل اللي الناس ما بتشوفهم عم يشتغلوا، بس احنا دايما بنحس بهي النتائج، بنحسها كأنه أمور عادية، اللي منا النظافة ومنا أعمال الأسعاف والطوارئ الكهرباء وطوارئ المي والهاتف، كلهم اللي بيعملوا لنا حياتنا حلوة وبدون ما يكون في ضجيج وصخب حواليهم. خلال التكريم ألقى محافظ حلب حسين دياب كلمة أكد فيها أن هذا التكريم هو رسالة محبة وتقدير وعرفان لكل من أخلص في عمله وساهم في تعزيز صمود الوطن وكان شريكا حقيقيا في صنع انتصار حلب على الإرهاب. هذا التكريم يعني هو شرف كبير إن لا وقفتنا ولا شغلنا ولا عملنا، وهذا بيندل على شيء، بدل إنه نحن لازم نستمر بالعمل وبالعطاء أكثر، لأن سوريا بتستحق منا العطاء ونقدم الغالي والنفيس من شانه. التكريم تكريم يعني تكريم معنوي، يعني بالنسبة لنحن أولاد هذا البلد وهالوطن هذا، لما حدا بيأدي خدمة منيحة كذا وحدا بيكرمه بشرفيه بيكرمه، بيكون هذا يكون كتير منيح وبيعطينا حافز أكبر إنه ببذل العطاء والجهد والعمل. بعتقدنا كتير كتير إنه نحن بهذه الأزمة اللي في عالم يعني عم بتقدر جهدنا وعملنا وشغلنا بهالأزمة، ونحن بنفتخر كتير بهالتكريم. نحن الدفاع المدني بحلب نشكر السيد محافظ على اللفتة الكريمة، الله يخلينا قائد الوطن. أكيد شعور حلو كتير يعني، ونحن نشكر كل القائمين على هذا الموضوع، والحمد لله أنه بلدنا هيك فيها هيك ناس، فيها هيك اعتناء، فيها اهتمام بهالناس اللي عم تتعب. اللي هي الجدير بالذكر أن مبادرة أحباب يا بلدي هي مشروع إنساني يهدف إلى تكريم رجال الخدمات الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص بعيدا عن الأضواء كعمال النظافة والإسعاف والطوارئ والمؤسسات الخدمية، فهم الجنود المجهولون الذين قدموا الكثير خلال السنوات الماضية وفي ظروف صعبة واستثنائية، فكانوا على قدر التحدي وأصروا على الصمود والبقاء.